لليوم الثاني على التوالي قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على البقاع الشمالي في العمق اللبناني. بلينكي يؤكد من قطر على ضرورة إبرام اتفاق وقف النار حول غزة خلال الأيام المقبلة والعمل مع مصر وقطر لضمان عدم التصعيد. جالانت يتحدث عن نقل مركز الثقل إلى الشمال تدريجيا ويؤكد أن الهجمات في عمق لبنان تحضير لأي تطورات. بلينكي يعلن عن اتفاق مع الجيش السوداني والدعم السريع على نقاط العبور لدخول المساعدات للبلاد. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا حسام جبالي. لليوم الثاني على التوالي شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة من الغارات على مواقع في العمق اللبناني، حيث أفادت وسائل إعلام بمقتل شخص وإصابة 20 آخرين في غارات على بلدات بقضاء بعلبك في البقاع الشمالي. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن مركز ثقل يتحرك من الجنوب إلى الشمال تدريجيا، ومعلنا أن الهجمات في عمق لبنان هي تحضير لأي شيء يمكن أن يتطور. هذا وقال أيضا السفير المصري في لبنان في مقابلة مع الحدث إن الحل في الجنوب يبدأ بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد السفير المصري أن القرار الأممي 1701 هو الإطار المناسب للحل. منظورنا إلى الوضع في جنوب لبنان يبدأ من غزة، وقف إطلاق النار في غزة يؤدي إلى خفض حد التصعيد في جنوب لبنان، ومن ثم نذهب إلى ما يطلق عليه ترتيبات الجنوب واللي بيقودها وبيسهلها الوسيط الأمريكي أموس هوكسي. وبالتالي فيما يتعلق بقرار 1701 بنرى أن هذا هو الإطار المناسب لحل الوضع في الجنوب وإرساء قواعد وترتيبات تساعد على استتباب الأوضاع وتخلق بيئة ومناخ يساعد على أيضا خطوات إضافية في المستقبل، وبالتالي تنفيذ القرار 1701 ضروري. بنرفض بكل وضوح مبدأ الاغتيالات السياسية، لأن هذا المبدأ بيدخلنا في حلقة مفرغة ستجر كل المنطقة إلى أمور لا يحمد عقباها، وبالتالي ما يدور من أحداث تمارس فيها بعض الأطراف وسائل مثل الاغتيالات مرفوضة بالكامل ومدانة من قبل مصر. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة. بلينكين أضاف أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستواصل جهودها لإقناع حماس بالموافقة على ما وصفه بمقترح سد الفجوات. كما أشار وزير الخارجية الأمريكي لأنه بمجرد موافقة حماس على المقترح الذي قدمته بلاده فسيتعين التوصل لاتفاق بشأن تفاصيل التنفيذ. هذا وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على عدم قبول بلاده لأي احتلال إسرائيلي طويل المدى لغزة.
Our message is رسالتنا واضحة وبسيطة وعاجلة. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. الوقت هو الجوهر، لأنه مع مرور كل يوم فإن حياة الرهائن ستكون في خطر، والمدنيون في غزة أيضا يعانون، حيث ليس لديهم الطعام الكافي ولا الرعاية الصحية الضرورية، وهم معرضون للموت بسبب قتال لا دخل لهم فيه. مع مصر وقطر فإننا متحدون في هدفنا. إننا نعمل على مجالات مختلفة في مسعى لعدم التصعيد، ونبعث بالرسائل الضرورية لكل الأطراف بما فيهم إيران وحزب الله من أجل التوقف عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج الوضع وتغذية الصراع، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف. اعتبر مسؤول أمريكي بالإدارة الأمريكية أن تصريحات نتنياهو بشأن غزة والتي وصفها بالمتشددة هي تصريحات غير بناءة وتهدد سير المحادثات، مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع. وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن تتوقع إجراء محادثات إضافية بشأن التفاصيل التنفيذ لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في حال وافقت حماس عليه، معبرا عن رفض الإدارة الأمريكية التقارير التي ذكرت أن بلينكين قد اقتنع بمطلب إسرائيل ببقاء قواتها في ممر فيلادلفيا. في الأثناء، أفادت مصادر الحدث باتفاق مصري أمريكي على ضرورة وضع إطار زمني لبدء تنفيذ خطوات إنهاء الحرب في غزة. وبحسب مصادر الحدث، فإن إسرائيل تتمسك بإبعاد عدد من قادة حماس خارج غزة بعد الحرب، وترفض التعهد بعدم اعتقال السجناء الذين سيفرج عنهم. كما أبلغت مصر الولايات المتحدة بتمسكها بموقفها من ملف معبر رفح ومحور فيلادلفيا. قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية كانت تتوقع أن تقابل إسرائيل عزم الرئيس محمود عباس زيارة غزة بالرفض. أضاف في مقابلة مع الحدث أن السلطة الفلسطينية لا تتوقع الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة بسبب الممارسات الإسرائيلية. نحن أبلغنا الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأشقاء العرب جميعا دون استثناء ودول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بهذا القرار. كان لدينا تقدير أن الجانب الإسرائيلي سيرفض هذا الطلب لأكثر من سبب معروف للجميع. أولا، إسرائيل تريد استمرار هذه المجزرة واستمرار هذه الإبادة واستمرار هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني. في ظل هذا الموقف الإسرائيلي للأسف الشديد لا تفاؤل من إمكانية الوصول إلى صفقة تكون شاملة كاملة، بمعنى أن على إسرائيل أن تلتزم بوقف الحرب، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالانسحاب من محور فيلادلفيا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالانسحاب من تسريم حتى تسمح للمواطنين الفلسطينيين النازحين الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة العودة إلى بيوتهم. الإدارة الأمريكية لم تمارس ما يمكن أن تفعله بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الوسطاء سابقا. هناك اتصالات دائمة بيننا وبين حركة حماس في تنسيق المواقف للوصول إلى تفاهمات في كيفية مواجهة هذا العدوان وهذه الحرب المدمرة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني، وكيف يمكن أن يكون هناك وحدة موقف فلسطيني في مواجهة هذه الحرب الإجرامية التي تشن ضدنا. التنسيق دائم بيننا وبين حركة حماس وهناك تواصل دائم. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عزم الإدارة الأمريكية على وقف الأعمال العدائية في السودان، مشيرا إلى الاتفاق مع الجيش والدعم السريع على فتح نقاط حيوية لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. عقدنا العزم على تقديم المساعدات للسودانيين وأجرينا محادثات في جنيف لتحقيق ذلك. في الوقت ذاته نعمل بصورة وثيقة مع مصر والسعودية والإمارات والاتحاد الأفريقي لوقف الأعمال العدائية وجمع أطراف الحرب للجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما أكدنا ضرورة إيصال المساعدات للمدنيين، واتفقنا مع الجيش السوداني والدعم السريع لتحديد نقاط دخول تلك المساعدات.
قال المبعوث الأمريكي إلى السودان، قال إنه وصل إلى مصر لتقديم إحاطة لكل من وزير الخارجية الأمريكي وكبار المسؤولين المصريين بخصوص الجهود الدبلوماسية في جنيف لتعزيز وصول المساعدات والامتثال لإعلان جدة ووقف القتال هناك. وقال إنه سيلتقي كذلك بوفد من بورت سودان حول مشاركة الجيش في محادثات جنيف. إلى ذلك قال أيضا إن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر يواصل إلى جانب الشركاء الدوليين العمل من أجل إحراز تقدم في إيصال المساعدات لنحو 20 مليون سوداني يواجهون المجاعة. أفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد قتلى القصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مستشفى الضعين شرقي دارفور إلى 19 أو إلى 9 قتلى وإصابة 17 آخرين. نتابع. هذا منازل المواطنين، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يلطف يا رب، ربنا يرطف. غيران الحركة الإسلامية تضرب منطقة الطويشة، هذا الجسس، سبحان الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. غيران الحركة الإسلامية تضرب مدينة، هذا منازل المواطنين، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يلطف يا رب، ربنا يرطف. غيران الحركة الإسلامية تضرب منطقة الطويشة، هذا الجسس، سبحان الله، سبحان الله، لا حول. هذا منازل المواطنين، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يلطف يا رب، ربنا يرطف. غيران الحركة الإسلامية تضرب منطقة الطويشة، هذا الجسس، سبحان الله، سبحان الله. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري على أن المجلس لن يتنازل عن مبادئه ولن يقبل التعدي على اختصاصاته، مشيرا إلى استكمال انتخابات المجلس خلال الأيام المقبلة. المجلس الأعلى للدولة لم ولن يتنازل أبدا عن الاختصاصات الممنوحة له، ولن نقبل التعدي على اختصاصاتنا، سواء كان هذا التعدي من مجلس النواب أو كان هذا التعدي من المجلس الرئاسي أو كان هذا التعدي من الحكومة. كل واحد عنده اختصاصات يكفلها له القانون. يجب علينا جميعا أن نتعاون في كل واحد ينجح في اختصاصاته، ربما يكون في الأسبوع القادم، ربما حتى في يعني بداياته في النصف الأول، دعوة لجلسة لاستكمال، يعني مش جلسة جديدة، الجلسة الماضية رقمها 102 حيكون فيه جلسة استكمال النائب الأول اللي هو باقي المناصب في مكتب الرئاسة، هو النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، وبعد ذلك تكون هذا الملف قد أقفل. حذر المندوب الليبي في مجلس الأمن من أن شبح الصراع المسلح في ليبيا بات يلوح في الأفق مجددا بسبب الفراغ والانسداد السياسي وغياب أفق الحل، مضيفا أن بعض الاستقرار النسبي الذي شهدته ليبيا في السنوات الأخيرة قد ينهار في أي لحظة. فقد استمعت اليوم إلى إحاطة السيدة ستيفاني وكذلك بيانات الدول في هذا المجلس، ويظل القاسم المشترك بينها هو عديد النصائح والإرشادات والإقرار بحالة الجمود وزيادة وتيرة الأزمات والخلافات والتوترات، والتي قد تبدو للبعض وكأنها مفاجئة، ولكنها في الحقيقة متوقعة، وقد نبهنا وحذرنا منها تكرارا ومرارا. متوقع وحذرنا منها بسبب الفراغ والانسداد السياسي وغياب أفق الحل، وهذا ما أدخلنا في هذه الحلقة المفرغة، حتى أصبح الشعب الليبي يعيش في حالة ترقب مما هو قادم، لأن شبح الصراع المسلح بات يلوح في الأفق مجددا، والاستقرار الذي تم ولو كان نسبيا قد ينهار في أي لحظة، والخاسر دائما سيكون المواطن الليبي، والتبعات ستكون على المنطقة بأسرها. قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن، قالت إنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات في ليبيا منتصف أكتوبر من العام الجاري.
المفوضية العليا للانتخابات بدعم من البعثة الأممية تتخذ الخطوات اللازمة، وعملية تسجيل الناخبين انتهت في 60 مجلسا محليا أو على وشك أن تنتهي، وحوالي 210,000 ليبي سجلوا أنفسهم للمشاركة في عملية التصويت، وقد بدأت عملية توزيع بطاقات التصويت في 18 من الشهر الجاري، وعملية تسجيل المرشحين قد بدأت، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات في منتصف أكتوبر من العام الجاري. بالنسبة إلى الوضع في الجنوب، فإن المنظمات المتطرفة لا تزال موجودة في ليبيا وتستفيد من اتصالاتها بعصابات الجريمة الدولية والمحلية، وهو أمر مقلق للغاية. لا تزال الأسلحة تدخل إلى ليبيا رغم القرار الأممي بحظر دخولها. مع اختراق القوات الأوكرانية الحدود الروسية والسيطرة على عدد من القرى والبلدات، زادت أعداد اللاجئين والنازحين الباحثين عن مأوى في العمق الروسي، وهو ما رفع من الحس الوطني لدى العديد من المواطنين. تسبب التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية بقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الروس الذين باتوا يقطنون الخيام ويأكلون ما يجدونه، إلا من كان منهم محظوظا بالوصول إلى مراكز الإيواء حيث تقدم لهم المساعدات الإنسانية والطبية وما يحتاجونه بعد فقدانهم للمأوى وخروجهم من منازلهم بما كان عليهم من ملابس. كلنا نساعد، كل من اجتمع هنا يساعد جيشنا ومواطنينا، ونحن لسنا بعيدين عما يجري الآن في بلدنا. أعلم أن النصر سيكون دوما حليفنا لوجود مثل هؤلاء الناس. وبدا واضحا أن الحس الوطني لدى المتطوعين من عامة الناس عاليا جدا، ما جعلهم يحاولون مساعدة الجيش بصناعة السواتر المموهة لحماية الآليات والمعدات العسكرية. هذه السواتر مهمة جدا للآليات. على سبيل المثال، منذ وقت قريب غطينا سيارة الإسعاف التي تنقل جرحانا، فهي بيضاء أو صفراء، يجب تغطيتها. الكثيرون هنا يتسابقون على تقديم يد العون لصناعة المزيد من هذه السواتر التي تحفظ لهم أولادهم الذين يقاتلون على الجبهات. في هذا الموقع من مدينة كورشاتوف يحيك العاملون والناشطون من الناس الذين يرغبون بدعم العملية العسكرية الروسية، يحيكون هذه الستائر المصنوعة من القماش لحماية وإخفاء المركبات وكذلك الآليات العسكرية للجنود الروس على الجبهة. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، كورشاتوف، مقاطعة كورسك. تستأنف العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد في محافظة تعز وسط صعوبات كبيرة تواجه الطلبة. يشكو آلاف الطلبة في مديريات المحافظة من افتقارهم للكتاب المدرسي، الأمر الذي بات يشكل عائقا كبيرا أمام مسارهم التعليمي. نتابع. لا راحة له في النهار ولا عودة إلى المنزل قبل الغروب، هكذا قرر عبد السلام. 9 ساعات يقضيها يوميا واقفا في الصف لسد رمق أسرته، 4 منها دوام إضافي. فالراتب الذي يتقاضيه شهريا، يقول الرجل، لا يكفي لدفع إيجار المنزل الذي يسكنه. أنا راتب مثلا 120,000، هذا لا في بالأغراض المطلبة، عندي أطفال، عندي يدرسوا جامعات، عندي في المدارس، لا أستطيع أن أوفر لهم إيش المطلبة. لذلك أرجع إلى وجود عمل إيش آخر بعد الدوام المدرسي. راتبي الآن الذي أعمل فيه يكفيني فقط المواصلات حتى أحضر إلى المدرسة ثم أعود مرة أخرى. راتبي بدأت ب 49,000 ريال، حاليا أنا أستلم 60,000 ريال عملة جديدة. مأساة إذن تعصف بالتعليم في بلد مثخن بالحرب، ففي الأدرج هذه كتب تالفة تعود لسنوات وملازم يعتمدون عليها في دراستهم، إذ بات حوالي 500,000 طالب وطالبة في مدارس تعز يفتقرون للكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي
مش متواجد داخل المدارس بسبب الأزمة داخل البلاد بشكل كلي. نشتري الكتب من خارج من عند الأسواق بس أسعارهم مرتفعة، بعضهم يصل ل 2000 ريال 2500 ريال. مشكلة النازحين إنهم يأتوا من أماكن مختلفة، وطبعا هذا يمثل ضغط على المدرسة بحيث أن لا هناك فصول جديدة تستوعب هذا النازحين، ولا وجود مدرس أيضا يقوم أيضا بتدريس هذا الطالب. وعلى الرغم من تلك التحديات، تقدم أكثر من 1100 مدرسة في المحافظة على تدشين عامها الدراسي الجديد، فيما يبقى عدد من المدارس التي دمرتها الميليشيات بأسلحتها خارج الخدمة. 1122 مدرسة توجه إليها أبناء الطلاب في محافظة تعز، بينما هناك 38 مدرسة لا تزال مغلقة ولا زلنا في طور متابعة فتحها، إما مهدمة نهائيا أو لا يزال يتواجد فيها بعض أفراد الجيش. وتشير تقديرات إلى أن الحرب الحوثية كبدت هذا القطاع خسائر تصل إلى أكثر من 190 مليون دولار، ناهيك عن عزوف مئات المعلمين والطلبة عن الدراسة. هائل سعيد، الحدث، تعز. في حديث للحدث، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط إن الصحة العالمية تدعو للعمل على الاستقصاء الوبائي لمواجهة جدر القردة مبكرا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدعو إلى انعقاد لجنة الطوارئ لتحديد وفحص الأدلة لمعرفة مدى انتشار وباء معين. فنحن الآن بصدد أنه مطلق عليه الآن طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا، هو مصطلح طويل جدا بالإنجليزي Public Health Emergency of International Concern، وهو أعلى نسبة للتحذير، هو أعلى نسبة للتحذير للتنبيه بالخطر، لكي نحن كمنظمة الصحة العالمية والشركاء والدول من وزارات صحية وزارات الصحة وغيرها يشارك، وهذا الوضع اللي احنا فيه حاليا. زار الملك تشارلز بلدة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا التي وقعت فيها عملية الطعن في 29 من يوليو الماضي، وأودت بحياة 3 فتيات صغيرات خلال مشاركتهن في حفل رقص. في استعراض مؤثر وقوي للقيادة، الملك تشارلز يذهب بنفسه إلى بلدة ساوثبورت في أعقاب الطعن الوحشي الذي أزهق أرواح 3 فتيات صغيرات والاضطرابات العنيفة التي أعقبته. هذه الزيارة التي اتسمت بالوقار والعزم لم تكن مجرد لفتة رمزية، بل كانت دعوة واضحة إلى الوحدة والاحترام المتبادل، حيث أشاد بروح المجتمع والرحمة والمرونة التي واجهت العدوان والإجرام من قبل مثير الشغب على حد وصفه. وهي رسالة واضحة لمؤيد الملكية بضرورة إدانة الجريمة وما تلاها. بعيداً عن عدسات الكاميرا في مقر بلدية ساوثبورت، جلس الملك مع بعض الناجين من الهجوم المميت وأهالي الضحايا لسماع تجارب بعض الأطفال الصغار الذين تعرضوا لعملية الطعن، والتقى أيضاً بأعضاء مجتمع ساوثبورت ومن ضمنهم قيادات ومسعفون ورجال إطفاء وضباط شرطة من الذين تعاملوا مع الحوادث والاضطرابات العنيفة التي تلت الهجوم بعد انتشار معلومات مضلة على نطاق واسع عبر الإنترنت. رحب المجتمع المحلي بالملك تشارلز بحرارة بوصفه شخصية موحدة في هذه الأوقات الصعبة. فحضور الملك المريض الذي يتعافى من السرطان كان بمثابة تذكير بالقوة الدائمة للمجتمع وأهمية التكاثف في مواجهة الشدائد. بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية. في ختامها نذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل الخاصة بالحدث وتصفح الحدث .net. في أمان الله. يا حبيبي.
الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين مفيش. أكل يكفي كل النازحين مفيش. الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح احنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع احنا. مش عارفين ايش نعمل، يا علي دخيل الله موقف العرب يا علي. أوقفوها تعبنا والله تعبنا. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. رحلة فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا. محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادا ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. الحدث يوميا التاسع صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث.
لليوم الثاني على التوالي قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على البقاع الشمالي في العمق اللبناني. بلينكين يؤكد من قطر على ضرورة إبرام اتفاق وقف النار حول غزة خلال الأيام المقبلة، وعلى العمل مع مصر وقطر لضمان عدم التصعيد. جالانت يتحدث عن نقل مركز الثقل إلى الشمال تدريجيا، ويؤكد أن الهجمات في عمق لبنان تحضير لأي تطورات. بلينكين يعلن عن اتفاق مع الجيش السوداني والدعم السريع على نقاط العبور لدخول المساعدات للبلاد. خير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء، أقدمها لكم أنا حسام جبالي. لليوم الثاني على التوالي شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة من الغارات على مواقع في العمق اللبناني، حيث أفادت وسائل إعلام بمقتل شخص وإصابة 20 آخرين في غارات على بلدات بقضاء بعلبك في البقاع الشمالي. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن مركز ثقل يتحرك من الجنوب إلى الشمال تدريجيا، ومعلنا أن الهجمات في عمق لبنان هي تحضير لأي شيء يمكن أن يتطور. هذا وقال أيضا السفير المصري في لبنان في مقابلة مع الحدث إن الحل في الجنوب يبدأ بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد السفير المصري أن القرار الأممي 1701 هو الإطار المناسب للحل. منظورنا إلى الوضع في جنوب لبنان يبدأ من غزة، وقف إطلاق النار في غزة يؤدي إلى خفض حد التصعيد في جنوب لبنان، ومن ثم نذهب إلى ما يطلق عليه ترتيبات الجنوب واللي بيقودها وبيسهلها الوسيط الأمريكي أموس هوكس. وبالتالي فيما يتعلق بقرار 1701 بنرى أن هذا هو الإطار المناسب لحل الوضع في الجنوب وإرساء قواعد وترتيبات تساعد على استتباب الأوضاع وتخلق بيئة ومناخ يساعد على أيضا خطوات إضافية في المستقبل، وبالتالي تنفيذ القرار 1701 ضروري. بنرفض بكل وضوح مبدأ الاغتيالات السياسية، لأن هذا المبدأ بيدخلنا في حلقة مفرغة ستجر كل المنطقة إلى أمور لا يحمد عقباها، وبالتالي ما يدور من أحداث تمارس فيها بعض الأطراف وسائل مثل الاغتيالات مرفوضة بالكامل ومدانة من قبل مصر. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة. بلينكين أضاف أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستواصل جهودها لإقناع حماس بالموافقة على ما وصفه بمقترح سد الفجوات. كما أشار وزير الخارجية الأمريكي لأنه بمجرد موافقة حماس على المقترح الذي قدمته بلاده فسيتعين التوصل لاتفاق بشأن تفاصيل التنفيذ. هذا وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على عدم قبول بلاده لأي احتلال إسرائيلي طويل المدى لغزة.
رسالتنا واضحة وبسيطة وعاجلة. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. الوقت هو الجوهر، لأنه مع مرور كل يوم فإن حياة الرهائن ستكون في خطر، والمدنيون في غزة أيضا يعانون، حيث ليس لديهم الطعام الكافي والرعاية الصحية الضرورية، وهم معرضون للموت بسبب قتال لا دخل لهم فيه. مع مصر وقطر فإننا متحدون في هدفنا. إننا نعمل على مجالات مختلفة في مسعى لعدم التصعيد، ونبعث بالرسائل الضرورية لكل الأطراف بما فيهم إيران وحزب الله من أجل التوقف عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج الوضع وتغذية الصراع، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف. اعتبر مسؤول أمريكي بالإدارة الأمريكية أن تصريحات نتنياهو بشأن غزة والتي وصفها بالمتشددة هي تصريحات غير بناءة وتهدد سير المحادثات، مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع. وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن تتوقع إجراء محادثات إضافية بشأن تفاصيل التنفيذ لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في حال وافقت حماس عليه، معبرا عن رفض الإدارة الأمريكية التقارير التي ذكرت أن بلينكين قد اقتنع بمطلب إسرائيل ببقاء قواتها في ممر فيلادلفيا. في الأثناء، أفادت مصادر الحدث باتفاق مصري أمريكي على ضرورة وضع إطار زمني لبدء تنفيذ خطوات إنهاء الحرب في غزة. وبحسب مصادر الحدث فإن إسرائيل تتمسك بإبعاد عدد من قادة حماس خارج غزة بعد الحرب، وترفض التعهد بعدم اعتقال السجناء الذين سيفرج عنهم. كما أبلغت مصر الولايات المتحدة بتمسكها بموقفها من ملف معبر رفح ومحور فيلادلفيا. قال أمين سري منظمة التحرير الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية كانت تتوقع أن تقابل إسرائيل عزم الرئيس محمود عباس زيارة غزة بالرفض. أضاف في مقابلة مع الحدث أن السلطة الفلسطينية لا تتوقع الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة بسبب الممارسات الإسرائيلية. نحن أبلغنا الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأشقاء العرب جميعا دون استثناء ودول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بهذا القرار. كان لدينا تقدير أن الجانب الإسرائيلي سيرفض هذا الطلب لأكثر من سبب معروف للجميع. أولا، إسرائيل تريد استمرار هذه المجزرة واستمرار هذه الإبادة واستمرار هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني. في ظل هذا الموقف الإسرائيلي للأسف الشديد لا تفاؤل من إمكانية الوصول إلى صفقة تكون شاملة كاملة، بمعنى أن على إسرائيل أن تلتزم بوقف الحرب، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالانسحاب من محور فيلادلفيا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالانسحاب من تسريم حتى تسمح للمواطنين الفلسطينيين النازحين الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة العودة إلى بيوتهم. الإدارة الأمريكية لم تمارس ما يمكن أن تفعله بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الوسطاء سابقا. هناك اتصالات دائمة بيننا وبين حركة حماس في تنسيق المواقف للوصول إلى تفاهمات في كيفية مواجهة هذا العدوان وهذه الحرب المدمرة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني، وكيف يمكن أن يكون هناك وحدة موقف فلسطيني في مواجهة هذه الحرب الإجرامية التي تشن ضدنا. التنسيق دائم بيننا وبين حركة حماس وهناك تواصل دائم. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عزم الإدارة الأمريكية على وقف الأعمال العدائية في السودان، مشيرا إلى الاتفاق مع الجيش والدعم السريع على فتح نقاط حيوية لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. عقدنا العزم على تقديم المساعدات للسودانيين وأجرينا محادثات في جنيف لتحقيق ذلك. في الوقت ذاته نعمل بصورة وثيقة مع مصر والسعودية والإمارات والاتحاد الأفريقي لوقف الأعمال العدائية وجمع أطراف الحرب للجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما أكدنا ضرورة إيصال المساعدات للمدنيين، واتفقنا مع الجيش السوداني والدعم السريع لتحديد نقاط دخول تلك المساعدات.
قال المبعوث الأمريكي إلى السودان، قال إنه وصل إلى مصر لتقديم إحاطة لكل من وزير الخارجية الأمريكي وكبار المسؤولين المصريين بخصوص الجهود الدبلوماسية في جنيف لتعزيز وصول المساعدات والامتثال لإعلان جدة ووقف القتال هناك. وقال إنه سيلتقي كذلك بوفد من بورت سودان حول مشاركة الجيش في محادثات جنيف. إلى ذلك قال أيضا إن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر يواصل إلى جانب الشركاء الدوليين العمل من أجل إحراز تقدم في إيصال المساعدات لنحو 20 مليون سوداني يواجهون المجاعة. أفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد قتلى القصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مستشفى الضعين شرقي دارفور إلى 9 قتلى وإصابة 17 آخرين. نتابع. هذا منازل المواطنين، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يلطف يا رب، ربنا يلطف. غيران الحركة الإسلامية تضرب منطقة الطويشة، هذا الجسس، سبحان الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. غيران الحركة الإسلامية تضرب مدينة. هذا منازل المواطنين، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يلطف يا رب، ربنا يلطف. غيران الحركة الإسلامية تضرب منطقة الطويشة، هذا الجسس، سبحان الله، سبحان الله، لا حول. هذا منازل المواطنين، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يلطف يا رب، ربنا يلطف. غيران الحركة الإسلامية تضرب منطقة الطويشة، هذا الجسس، سبحان الله، سبحان الله. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري على أن المجلس لن يتنازل عن مبادئه ولن يقبل التعدي على اختصاصاته، مشيرا إلى استكمال انتخابات المجلس خلال الأيام المقبلة. المجلس الأعلى للدولة لم ولن يتنازل أبدا عن الاختصاصات الممنوحة له، ولن نقبل التعدي على اختصاصاتنا، سواء كان هذا التعدي من مجلس النواب أو كان هذا التعدي من المجلس الرئاسي أو كان هذا التعدي من الحكومة. كل واحد عنده اختصاصات يكفلها له القانون. يجب علينا جميعا أن نتعاون في أن كل واحد ينجح في اختصاصاته، ربما يكون في الأسبوع القادم، ربما حتى في يعني بداياته في النصف الأول، دعوة لجلسة لاستكمال، يعني مش جلسة جديدة، الجلسة الماضية رقمها 102 حيكون فيه جلسة استكمال النائب الأول اللي هو باقي المناصب في مكتب الرئاسة، هو النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، وبعد ذلك تكون هذا الملف قد أقفل. حذر المندوب الليبي في مجلس الأمن من أن شبح الصراع المسلح في ليبيا بات يلوح في الأفق مجددا بسبب الفراغ والانسداد السياسي وغياب أفق الحل، مضيفا أن بعض الاستقرار النسبي الذي شهدته ليبيا في السنوات الأخيرة قد ينهار في أي لحظة. فقد استمعت اليوم إلى إحاطة السيدة ستيفاني وكذلك بيانات الدول في هذا المجلس، ويظل القاسم المشترك بينها هو عديد النصائح والإرشادات والإقرار بحالة الجمود وزيادة وتيرة الأزمات والخلافات والتوترات، والتي قد تبدو للبعض وكأنها مفاجئة، ولكنها في الحقيقة متوقعة، وقد نبهنا وحذرنا منها تكرارا ومرارا. متوقع وحذرنا منها بسبب الفراغ والانسداد السياسي وغياب أفق الحل، وهذا ما أدخلنا في هذه الحلقة المفرغة حتى أصبح الشعب الليبي يعيش في حالة ترقب مما هو قادم، لأن شبح الصراع المسلح بات يلوح في الأفق مجددا، والاستقرار الذي تم ولو كان نسبيا قد ينهار في أي لحظة، والخاسر دائما سيكون المواطن الليبي، والتبعات ستكون على المنطقة بأسرها. قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن، قالت إنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات في ليبيا منتصف أكتوبر من العام الجاري. لا
المفوضية العليا للانتخابات بدعم من البعثة الأممية تتخذ الخطوات اللازمة، وعملية تسجيل الناخبين انتهت في 60 مجلسا محليا أو على وشك أن تنتهي، وحوالي 210,000 ليبي سجلوا أنفسهم للمشاركة في عملية التصويت، وقد بدأت عملية توزيع بطاقات التصويت في 18 من الشهر الجاري، وعملية تسجيل المرشحين قد بدأت، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات في منتصف أكتوبر من العام الجاري. بالنسبة إلى الوضع في الجنوب، فإن المنظمات المتطرفة لا تزال موجودة في ليبيا وتستفيد من اتصالاتها بعصابات الجريمة الدولية والمحلية، وهو أمر مقلق للغاية. لا تزال الأسلحة تدخل إلى ليبيا رغم القرار الأممي بحظر دخولها. مع اختراق القوات الأوكرانية الحدود الروسية والسيطرة على عدد من القرى والبلدات، زادت أعداد اللاجئين والنازحين الباحثين عن مأوى في العمق الروسي، وهو ما رفع من الحس الوطني لدى العديد من المواطنين. تسبب التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية بقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الروس الذين باتوا يقطنون الخيام ويأكلون ما يجدونه، إلا من كان منهم محظوظا بالوصول إلى مراكز الإيواء حيث تقدم لهم المساعدات الإنسانية والطبية وما يحتاجونه بعد فقدانهم للمأوى وخروجهم من منازلهم بما كان عليهم من ملابس. كلنا نساعد، كل من اجتمع هنا يساعد جيشنا ومواطنينا، ونحن لسنا بعيدين عما يجري الآن في بلدنا. أعلم أن النصر سيكون دوما حليفنا لوجود مثل هؤلاء الناس. وبدا واضحا أن الحس الوطني لدى المتطوعين من عامة الناس عاليا جدا، ما جعلهم يحاولون مساعدة الجيش بصناعة السواتر المموهة لحماية الآليات والمعدات العسكرية. هذه السواتر مهمة جدا للآليات. على سبيل المثال، منذ وقت قريب غطينا سيارة الإسعاف التي تنقل جرحانا، فهي بيضاء أو صفراء، يجب تغطيتها. الكثيرون هنا يتسابقون على تقديم يد العون لصناعة المزيد من هذه السواتر التي تحفظ لهم أولادهم الذين يقاتلون على الجبهات. في هذا الموقع من مدينة كورشاتوف يحيك العاملون والناشطون من الناس الذين يرغبون بدعم العملية العسكرية الروسية، يحيكون هذه الستائر المصنوعة من القماش لحماية وإخفاء المركبات وكذلك الآليات العسكرية للجنود الروس على الجبهة. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، كورشاتوف، مقاطعة كورسك. تستأنف العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد في محافظة تعز وسط صعوبات كبيرة تواجه الطلبة. يشكو آلاف الطلبة في مديريات المحافظة من افتقارهم للكتاب المدرسي، الأمر الذي بات يشكل عائقا كبيرا أمام مسارهم التعليمي. نتابع. لا راحة له في النهار ولا عودة إلى المنزل قبل الغروب، هكذا قرر عبد السلام. 9 ساعات يقضيها يوميا واقفا في الصف لسد رمق أسرته، 4 منها دوام إضافي. فالراتب الذي يتقاضيه شهريا، يقول الرجل، لا يكفي لدفع إيجار المنزل الذي يسكنه. أنا راتب مثلا 120,000، هذا لا يفي بالأغراض المطلوبة. عندي أطفال، عندي يدرسوا جامعات، عندي في المدارس، لا أستطيع أن أوفر لهم إيش. لذلك أرجع إلى وجود عمل إيش آخر بعد الدوام المدرسي. راتبي الآن الذي أعمل فيه يكفيني فقط المواصلات حتى أحضر إلى المدرسة ثم أعود مرة أخرى. راتبي بدأت ب 49,000 ريال، حاليا أنا أستلم 60,000 ريال عملة جديدة. مأساة إذن تعصف بالتعليم في بلد مثخن بالحرب، ففي الأدرج هذه كتب تالفة تعود لسنوات وملازم يعتمدون عليها في دراستهم، إذ بات حوالي 500,000 طالب وطالبة في مدارس تعز يفتقرون للكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي
مش متواجد داخل المدارس بسبب الأزمة داخل البلاد بشكل كلي. نشتري الكتب من خارج من عند الأسواق بس أسعارهم مرتفعة، بعضهم يصل ل 2000 ريال 2500 ريال. مشكلة النازحين إنهم يأتوا من أماكن مختلفة، وطبعا هذا يمثل ضغط على المدرسة بحيث أن لا هناك فصول جديدة تستوعب هذا النازحين، ولا وجود مدرس أيضا يقوم أيضا بتدريس هذا الطالب. وعلى الرغم من تلك التحديات، تقدم أكثر من 1100 مدرسة في المحافظة على تدشين عامها الدراسي الجديد، فيما يبقى عدد من المدارس التي دمرتها الميليشيات بأسلحتها خارج الخدمة. 1122 مدرسة توجه إليها أبناء الطلاب في محافظة تعز، بينما هناك 38 مدرسة لا تزال مغلقة ولا زلنا في طور متابعة فتحها، إما مهدمة نهائيا أو لا يزال يتواجد فيها بعض أفراد الجيش. وتشير تقديرات إلى أن الحرب الحوثية كبدت هذا القطاع خسائر تصل إلى أكثر من 190 مليون دولار، ناهيك عن عزوف مئات المعلمين والطلبة عن الدراسة. هائل سعيد، الحدث، تعز. في حديث للحدث، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط إن الصحة العالمية تدعو للعمل على الاستقصاء الوبائي لمواجهة جدر القردة مبكرا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدعو إلى انعقاد لجنة الطوارئ لتحديد وفحص الأدلة لمعرفة مدى انتشار وباء معين. فنحن الآن بصدد أنه مطلق عليه الآن طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا، هو مصطلح طويل جدا بالإنجليزي Public Health Emergency of International Concern، وهو أعلى نسبة للتحذير، هو أعلى نسبة للتحذير للتنبيه بالخطر، لكي نحن كمنظمة الصحة العالمية والشركاء والدول من وزارات صحية وزارات الصحة وغيرها يشارك، وهذا الوضع اللي احنا فيه حاليا. زار الملك تشارلز بلدة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا التي وقعت فيها عملية الطعن في 29 من يوليو الماضي، وأودت بحياة 3 فتيات صغيرات خلال مشاركتهن في حفل رقص. في استعراض مؤثر وقوي للقيادة، الملك تشارلز يذهب بنفسه إلى بلدة ساوثبورت في أعقاب الطعن الوحشي الذي أزهق أرواح 3 فتيات صغيرات والاضطرابات العنيفة التي أعقبته. هذه الزيارة التي اتسمت بالوقار والعزم لم تكن مجرد لفتة رمزية، بل كانت دعوة واضحة إلى الوحدة والاحترام المتبادل، حيث أشاد بروح المجتمع والرحمة والمرونة التي واجهت العدوان والإجرام من قبل مثير الشغب على حد وصفه. وهي رسالة واضحة لمؤيدي الملكية بضرورة إدانة الجريمة وما تلاها. بعيداً عن عدسات الكاميرا في مقر بلدية ساوثبورت، جلس الملك مع بعض الناجين من الهجوم المميت وأهالي الضحايا لسماع تجارب بعض الأطفال الصغار الذين تعرضوا لعملية الطعن، والتقى أيضاً بأعضاء مجتمع ساوثبورت ومن ضمنهم قيادات ومسعفون ورجال إطفاء وضباط شرطة من الذين تعاملوا مع الحوادث والاضطرابات العنيفة التي تلت الهجوم بعد انتشار معلومات مضللة على نطاق واسع عبر الإنترنت. رحب المجتمع المحلي بالملك تشارلز بحرارة بوصفه شخصية موحدة في هذه الأوقات الصعبة، فحضور الملك المريض الذي يتعافى من السرطان كان بمثابة تذكير بالقوة الدائمة للمجتمع وأهمية التكاثف في مواجهة الشدائد. بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية. في ختامها نذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل الخاصة بالحدث وتصفح الحدث .net. في أمان الله. خلاص يا بابا ما في شيء يا حبيبي.